علمونا في مدرستنا ازاي نحبها نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي وطلابي الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في امتحان جديد من امتحانات الثانوية العامة، ودي امتحانات شاملة، ومعنا النهاردة إن شاء الله امتحان السودان لعام 2018 دور مايو. ونبدأ يا شباب مع بعض على طول بالقطعة الأولى. القطعة بتقول شاك سومين لا فامي دو شادي باسلو فوندغدي على فيرم شي لي غران بارون، بمعنى كل أسبوع أسرة شادي بتقضي يوم الجمعة في مزرعة عند الأجداد. البارت دو كير اون فواتير، بمعنى هم بيسافروا من القاهرة أو بيرحلوا من القاهرة في سيارة. À 6h du matin, ils arrivent à la ferme en hiver. وطبعا ده معناه ان هم بيسافروا من القاهرة في السيارة الساعة 6 وبيوصلوا للمزرعة الساعة 9. On prend le petit déjeuner dans le jardin de la maison avec toute la famille. بمعنى هم بيتناولوا الافطار، يعني وجبة الفطار بيتناولوها تمام كده مع كل العائلة. طبعا العائلة دول اللي هم مين؟ هو قال بعدها كده غرانبير غرانمير اونكل صلاح، يعني الجد والجدة وعم صلاح. طنط نادية إليغ دو فيس نادر إتامر، برضو دولت من ضمن الناس اللي بيتناولوا الفطار معاهم، اللي هو طنط نادية اللي هي مرات عمهم تقريبا أو مرات خالهم، ولو دو فيس الابنين اللي هم نادر وتامر. بعدها بقول شادي إصوم فغير فاغيس جو أو بالون avec leur cousin، بمعنى ان شادي واخوه فارس بيلعبوا كره بالكره الكبيره مع ابناء عمومتهم. son père parle avec son père، والاب بيتكلم مع الاب. ils sont frères dans le salon، ومع اخوه في الصالون. la maman la tante et la grand-mère préparent le repas à la cuisine، بمعنى امهم اللي هي مامتهم وطنطهم خليتهم امرات عمهم، ولا غرانمير اللي هي الجده بيعدوا الوجبه في المطبخ. لابري ميدي ا 3 بعد الظهر الساعه 3 تطلع فامي ريغارد ان ماتش دو فوتبول على تيلي، كل عائله بتشاهد مباراه كره قدم في التلفزيون. لو سوار ا ساتير طول موند اون تارتري كونتو دو سات بيل جورني، يعني معناها في المساء الساعة 7 كل العائلة أو كل الناس بقى اللي هم العائلة يعني بيعودوا سعداء جدا من هذا اليوم الجميل. السؤال بيقول لي لا فاميدو شادي أبيض، عائلة أو أسرة شادي بتسكن فيه، طبعا هو واضح أنهم بيسكنوا أوكير يعني في القاهرة. شادي أغيف على فيرم بيوصل في إلى المزرعة، بيوصل إمتى؟ احنا لو رجعنا القطع هنلاقي انه كان بيوصل الساعة 9 صباحا. انيفير دي ماتان الساعة 9 صباحا، هما بيرحلوا من القاهرة الساعة 6 وبيوصلوا الساعة 9 زي ما قال بالضبط. يبقى يا شباب الاجابة الاولى هتكون اوكير والتانية هتكون نيفير دي ماتان. انكل صلاح طنط نادية صو بيكونوا ايه او عفوا بيملكوا او يعني عندهم ديز انفون تغواز انفون سات انفون، عندهم طبعا طفلين زي ما قال هو في القطعة. او بريبار طون لو غيبا، اين يعد الوجبة؟ طبعا على كويزين في المطبخ. كومبيان دو بيرسون جو او بالون، في كم شخص بيلعب بالكرة؟ طبعا لو رجعنا للقطعة حلينا اللي بيلعب بالكرة كاتر بيرسون اربع اشخاص، تعال نشوفهم مع بعض كده نتأكد. طبعا هو بيقول لك اهوت شادي واخوه فارس بيلعبوا كرة قدم مع ابناء عمومتهم، وطبعا احنا عرفنا ان ابناء عمومهم اللي هم مين؟ اللي هم نادر وتامر. يبقى انت عندك كده شادي واخوه ادي اتنين، وتامر ونادر ادي اتنين، يبقوا كله كام؟ كاتر بيرسون اربع اشخاص. السؤال اللي بعد كده يبقى ده رقم اهوت الاولى. رقم 6 بيقول لي توت لا فامي دو شادي، كل عائلة شادي ريغاردو ان ماتش دو فوتبول بارلي دون لو صالون بغي بار لو غيبا، طبعا بيشاهدوا ماتش في صالون لكرة القدم.
شادي إصافمي شادي وعائلته نواد ساجورني. طبعا عاوز يقول ايه بقى؟ شادي وعيلته بيكونوا مالوغي تعساء يغي سعداء مي كنتو غير سعداء. هناخد كلمة يغي بمعنى سعداء او مسرورين. القطعة التانية بقول لك اقرأ القطعة ثم ضع في غي وفو جو مابيل عازم انا اسمي حازم جابيت افيك مي باغو اي ما سير ليلى بمعنى انا اسمي حازم وبعيش مع والدي ومع اختي ليلى دون زين غون دي ميزون دون لو كارتيي دو مادي وكير بمعنى بعيش في منزل كبير في حي المعادي في القاهره. تول جور ماما في لي كورس كل يوم والدتي بتعمل المشتريات. مي اجوردوي الى مال الاتيت لكن اليوم هي عندها الم في الراس. اي ال ني بي با سورتير لا تستطيع ان تخرج. ال مي ديموند دو فير لي كورس افون دالي او كلوب افيك مون امي كريم بمعنى هي طلبت مني ان اذهب لعمل المشتريات قبل ان اذهب الى النادي مع صديقي كريم. جو في دابور ا لا فارماسي بور اشتي دو ميديكامون بمعنى انا بذهب اولا الى الصيدليه لكي اشتري ادويه. انسويت بعد ذلك جو في ا لا باتيسري بور اشتي ان غاتو او شوكولا بور لو ديسير بمعنى بعد ذلك بعد ما رحت الصيدليه انا ذهبت الى محل الحلوى لكي اشتري جاتو بالشوكولا يعني بطعم الشوكولاته من اجل التحليه. انفان في النهايه جاشيت دو لوجيم بور لو دوجيني اشتريت بقى خضروات للغداء. شو بغون ان تاكسي بور غونتغي يعني اخذت تاكسي عشان اعود. جو تليفون ا مون امي كريم واتصلت على صديقي كريم بور لوي دير لكي اقول له كو يعني ان جو ني بي با الي افيك جو ني بي با الي او كلوب افيك لوي ان انا مش هستطيع اذهب معه الى النادي. دي كانت القطعه بتاعتنا. السؤال الأول بيقول لي ضع صح وخطأ. لا فامي دو حازم سي كومبوز دو كاتري بيغسون أسرة حازم بتتكون من أربع أشخاص. طبعا ده طلب منا نرجع كده بسرعة القطعة. هو لي أخت اسمها ليلى وأبوه وأمه هو يبو كام يبقى كل دولت أربع أشخاص يبقى الكلام فغي كلام صحيح. اتنين بيقول لي تولي جور لا سيغ دو حازم في لي كورس كل يوم أخت حازم بتعمل مشتريات. طبعا الكلام ده خطأ اللي بيعمل مشتريات مين؟ والدة حازم. رقم 10 ودو جيني لا فامي دو حازم فامونجو دو لوجيم يعني في الغداء أسرة حازم سوف تاكل خضروات. طبعا في غير لأنه قال كده في القطعة قال إن احنا جايبين الخضروات من أجل الغداء. هنيجي على رقم 11 حازم تليفون اتصل على فارماسي بوغ أشتو دو ميديكامون اتصل على الصيدليه عشان يشتري دواء. طبعا الكلام ده مش صحيح يبقى خطا. الرقم 12 بيقول لي حازم نيفا با الي او كلوب مش هيذهب الى النادي. طبعا الكلام ده صحيح لانه اعتذر لزميله خلاص النهارده. حازم اي سونامي كريم فو او كلوب اون تاكسي بروح النادي في تاكسي. طبعا الكلام ده فو خطا لان هم اصلا ما راحوش النادي بالمره. السؤال الاول في المواقف بقول لي بوغ راكونتي لكي تحكي سكو فو زافي في ماذا عملت بندو لي فاكونس فو ديت تقول عملت في الاجازه وعاوز حاجه بصيغه الماضي. طبعا لو رجعنا هنا للاسئله حاليا الاجابه المفضله هنا او الاجابه المناسبه ان انا اقول جي باسي لي فاكونس شي مي غران بارون قضيت الاجازه عند اجدادي. تمام كده لان بقول لك تحكي وتقول يعني عاوز جمله خبريه. السؤال رقم 15 اللي هو الموقف 15 بيقول فودي موندي انا مبتسال صديق بوركوا الفا على ليبريري ليه بيذهب الى مكتبه الشراء. هو يقول طبعا الكلام واضح بوغ اشتي دي ليفر عشان اشتري كتب عشان نشتري كتب. رقم 16 بوغ بارلي دو طون فوديت لكي تتكلم عن المناخ تقول. طبعا اللي بيتكلم عن المناخ اقول الطقس بيكون كذا يبقى الفيشو. الفيشو يعني الطقس بيكون حار. الموقف رقم 17 بيقول لي في رقم 17 انا مي فو بارل دو سي الوزير صديق بيتكلم بيكلمك عن اوقات فراغي. هو يقول هيقول جو في دي سبور بمارس رياضه.
تمام. رقم 18 بيقول لي بوغ ديكغيغ فوتغ شومبر، عشان توصف غرفتك تقول اقول اليك غوند كومفورتابل. برافو عليك. هي بتكون كبيره، وكلمه كومفورتابل بمعنى واسعه. رقم 19 بيقول فودي موندي انا ميسيكي الفي، تسال صديق ماذا هو يعمل بنضول ويكند خلال نهايه الاسبوع. هو يقول طبعا اللي نهايه الاسبوع ده هيروح فين، او هيقول جو في او كليب، جو في او كليب، بذهب الى النادي. 20 بيقول لي فو بارلي دو لا ناسيوناليتي دون امي، تتكلم عن جنسية صديق. فوديت يعني تقول إلي فارماسيان، إلي ليباني، إلي جونتي. طبعا إلي جونتي. السؤال رقم 21 بقول لي أنا مي ديكغي ساميزون، صديق بيوصف منزله. هو يقول طبعا لاحظ أن المنزل كلمة مؤنثة، هيقول إل سي كومبوز دو سان بيس، بيتكون من 5 غرف. 22 بيقول لي فو بارلي دو لا بروفيسيون دو فوتر بير، بمعنى بتتكلم عن مهنة والدك. تقول والدي، هقول الي دونتيست، انه طبيب اسنان. بوغ دوني فوتر اوبونيون، لكي تتكلم عن رأيك. سيغ لاتيني دانامي، في زي صديق. تقول طبعا هقول سي سي بير، انه رائع او انه شيء جميل. السؤال 24 اللي هو بداية القواعد بقول لي نوت جي سويس علي غوبور، طبعا ذهبت الى المطار، حاجة ماضي يبقى ايغ امس. نوت ايغ ا نوت ايغ كوم، المفروض كومونس، هنا حرف سي نايس، المفروض نقول كومونس تبدأ لكوغ الحصص، يبقى هنقول اكيلاغ. طيب 26 بقول جي سوي مالاد جي مال، انا عندي الم. كلمة فونتغ بمعنى البطن، عضو من أعضاء الجسم المذكر ياخد الأو. رقم 27 بيقول لي جيم بوكو دامي، أو عفوا جي بوكو دامي، عندي كثير من الأصدقاء. طبعا الأصدقاء هنا جمع مذكر، يبقى هناخد كلمة فرنسي اللي هي الأولى. السؤال رقم 28 بيقول لي نقط كلاس أجانيلو ماتش، كسب الماتش أو المباراة، يبقى الإجابة هتكون لو شوكولاج نقط ام بوكو. الاول احنا طبعا هنا قلنا ما كلاس اغانيلو ماتش، بمعنى ما كلاس اغانيلو ماتش، بمعنى كسب المباراة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما كلاس اغانيلو ماتش لو شوكولاج نقط ام بوكو، يبقى جوليم احبها كثيرا. ما سير نقط داغي في دو باغي، بمعنى لسه واصلة من باريس، يبقى الاختيار هيكون فيان. 31 بقول لي في 31 لحظة كده يا شباب، أيوة، بقول لي إلي طالي وكندا نقط أفغل، يعني بمعنى وصل لكندا في أبريل. طبعا أفريل ده شهر من شهور السنة، هياخد حرف الجر أون. لو جوير إم، اللاعبون بيحبهم، نقط أكيب، يبقى ليغ أكيب. 33 بقول لي نقط سيبغو من دون لو جاردان، معنى الكلام إيه بقى؟ معنى الكلام ان بيتنزه في الحديقة. طبعا انت لو دورت هتلاقي ان الضمير الوحيد المناسب كلمة اون، نحن بنتنزه دون لو جاردان. جيم لو سينما اي نوات اجي نوات في لو فوندغيدي، طبعا بقول بحب السينما وبذهب الى هناك يوم الجمعة. طبعا الكلام هيعود على السينما، يبقى اجغك، لان انت بتقول انا بذهب الى السينما. تمام، ننتقل الى الايميل. الايميل بقول لي او فاتي سو ويكند، اين تذهب في نهاية هذا الاسبوع؟ وي افيكي، مع من؟ وبعدين بقول له كمان بيتي باسي او كليب لابغي ميدي، ممكن تعدى على النادي بعد الظهر، ابليس يعني الى اللقاء. طبعا كاجابة مقترحة اقول له وكان بقول له الاول ايه، كان بقول له اين تذهب نهاية هذا الاسبوع، قلت له سو ويكند جوفي اوكلي اوكير، رايح القاهرة. طب مع مين رايح؟ قلت له جوفي افيك ميكوبان، رايح مع زمايلي. طيب ممكن تعدي عليا بعد الظهر في النادي؟ قلت له وي جوبي باسي او كليب، ايوه ممكن اعدي عليك في النادي. وقلت له كمان اتوموا، بمعنى انتظرني ابلس. ده كاجابه مقترح، انت ممكن تجاوب باي شكل، لكن دي اجابه سهله ومباشره. الموضوع الاول بقول لي اكريفي، يعني اكتب سان فغاز 5 جمل بور بارلي دو فوتغ سبور بريفيري، عشان تتكلم عن رياضتك المفضلة. عندك كلمة مايو، يعني زي
فندغ دي يعني الجمعة، سانت غينيه بمعنى يتدرب. طالما هتكلم عن الرياضة فببدأ بجمل عام الأول، أقول جي سوي سبورتيف، جيم تول سبور، بحب كل الرياضات. جادور لو فوتبول، بعشق كرة القدم. جوفي او كلوب، بذهب إلى النادي. لو فندغ دي بور جوي، بذهب إلى النادي يوم الجمعة لكي ألعب. طيب أونجو او فوتبول باغ ان مايو، بنلعب كرة القدم بزي رياضي. وطبعا يوم الجمعة أنا ذكرتها في الجملة اللي قبلها. طيب جو مونتغين دو فوا باغ سومين، أنا بتكلم أنا بتدرب مرتين في الأسبوع. طبعا ممكن ده تختم باب إيه بكلمة كيل بون اسبور، يا لها من رياضة إيه جميلة. أو ممكن تقول لو فوتبول إي تان اسبور سوبر، كرة القدم رياضة رائعة، أو هكذا. أو عادي ممكن تكتفي بهذه الجمل وخلاص، والجمل واضحة جدا والحمد لله. الموضوع الثاني بيقول لي فوز انفيتي دي زامي ا مانجي دون زان ريستورون، بمعنى انت بتدعو اصدقاء للاكل في مطعم او لتناول الطعام في مطعم. غا كونتي اون سان فغاز، يعني بقول لك احكي في خمس جمل تليفوني يتصل بيه، وعندك كلمه بولي يعني دجاج، وكلمه لجيم بمعنى خضروات. فانا كتبت كده لزميلي وقلت لهم بونجور مي زامي، يعني اهلا يا اصدقائي. Je vous invite à prendre le dîner avec moi. بدعوكم لتناول العشاء معي. J'ai téléphoné au restaurant Mecca. أنا اتصلت بمطعم، وليكن مثلا اسمه مطعم مكة. C'est un bon restaurant. إنه مطعم جميل. Je réservé une table. أنا حجزت مائدة أو ترابيزة. On va prendre des boulets. سنتناول دجاج. Et des légumes وخضروات. Comme dessert. كتحلية. On va prendre des glaces. سنتناول آيس كريم. تمام كده. ممكن أقول كمان الجملة الأخيرة ديت جيم لا غلاس أو شوكولا، بحب الآيس كريم بطعم الشوكولا. وني تاخدي با بمعنى لا تتأخروا. ده كان امتحان السودان يا شباب 2018 دور أول، وكان معكم محمد البغدادي من إدارة شركة فري الشيخ التعليمية مدرسة ثانوية بنات القديمة. ونسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية في امتحانات أخرى، وانتظرونا دائما إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.